السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة سكاي تي في. المنجي الشاب يوجه من جديد أصابع الاتهام إلى على الشاب والجوكر فيما حصل له من افتراءات على مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة هذا حسب تعبير المنجي الشاب، ويقول إنه لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذه المكالمات الفاضحة وهذه الفيديوهات اللا أخلاقية، ويقول اللي فما مبرمج شبكة ذئب منفرد كما حب يوصف المنجي الشابي نجم يبرهنه بطريقة علمية وتقنية ويثبت له ويثبت للسلطات انه جميع هذه الفيديوهات مفبركة. والان اصابع الاتهام تتجه جميعها نحو على الشابي، ويقول انه بامكانه الان توجيه اتهام قانوني بحت الى على اخوه بما يخص الثلب وتشويه السمعة. لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا وإلى اللقاء في فيديو آخر.